دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية، جولاننا في القلب. في القلب. في القلب. في القلب. التأليف أحمد نعمان. المخرج المنفذ حمدي شويكي. من مكتبة الإذاعة السورية. الإخراج جمال عقاد. يا خيب نايف، لا لا لا، مش راح انسى شيلي، خلاص. عند عيونك أنا، عند عيونك. ها؟ لا لا لا، تاكل شام يا زلم، يطمن. قل لي ياتنا حاضرين. مستحيل مستحيل يا زلمي، شو عم تحكي؟ مش راح تصير الانتخابات. ولا يهم عينك ولا يهمك، اطمن. بالسلامي، تاكل شام، مع السلامي. شو بي؟ شايفك ملي ايدك، من وين جبت لها الثقة؟ طيب، وبركي صارت هالانتخابات وقتها رح تطلع بالخجلة، فلقوا تشد ايدك يعني. ترى في ناس رايحة تنتخب، ها؟ ولا أنا غلطان؟ اسمع يا أبا اسمع، بس المهم انه نحنا نروح ونفشله، وراح تفشل اكيد بإذن الله. وسمعت أني في اثنين من المرشحين انسحبوا، ومن هون لبكرة اكيد بينسحبوا البقية. ما راح تصير هاي الانتخابات، مش راح تصير، وكل كباريتنا هون قرروا انه يقاطعوها. بس بالنهاية في ناس مش راح بترد وراح تنتخب، شو منكون استفدنا؟ ولك يا يابا، في لنا تجربة سابقة بهالموضوع. شو باكله انت قبل ما تخلق باثنين وثمانين؟ اجوا العسكر ومدججين بالسلاح، وقتها حاولوا يفرضوا الهوية الصهيونية علينا وفشلناهن. نحن رفضنا القرار، من وقتها رفضنا قرار الضم، وهي نحن لحد اليوم رافضينه. شو صار يعني؟ ها هذا هو السؤال يا بري يلي بدي اسألك اياه. شو اللي صار؟ مر حوالي 40 سنة على الحادثة ونحن مثل ما نحن. متغير الشيء، وبعتقد في الشيء رح يتغير. ولك يابا، شو الحكي اللي عم تحكيه هذا؟ قال في الشيء رح يتغير. نحن عنا ثوابت، وهي الثوابت مستحيل تتغير. نحن منتنزلش عن هويتنا، ومش راح نعمل انتخابات، وبكرة بتشوف. خلصونا عاد، برد العشاء، قوموا تعشوا، بكرة بحل الحلال، قوموا خلصوني يلا. طيب، شرف على العشاء بي، شرف. قوم يلا. ايه شباب، فهمتوا المهمة؟ ترى المهمة صعبة، ها، وبدأ أعصاب قوية. لا تخافوش منهم، أكيد رح يجيبوا قوات وتعزيزات، أبيهمش. المهم نظل واقفين قدام المدرسة ونمنع دخول أي حدا عم يفكر حتى تفكير بالانتخابات. في أسئلة ثانية؟ أستاذ؟ تفضل. لنفرض صار إطلاق نار، شو نعمل؟ مش رح يطلقوا نار، ما في كاميرات عم تصور، في إعلام برا، وهذول مش أغبياء حتى يطلقوا النار. طيب لنفترض أنه اصطدمنا معهم وأطلقوا النار، خلونا نحط هالاحتمال، شو ما بنعرف إيش بيعملوها. مظبوط، أنا مع سماح، ممكن يعملوها ويطلقوا النار، شو نعمل أستاذ؟ طيب طيب، رح أجي معكم. إذا صار أطلاق نار قدامنا حلين، يا منفوت لجوات المدرسة على الغرف، يا أما منضيع بين العالم. المهم ما يوصلوش إلنا، مفهوم؟
المهم إفشال الانتخابات مهما صار، عم تفهموا علي؟ مفهوم أستاذ. شو موفق؟ ما سمعت صوتك، شو رأيك؟ ها؟ أنا مش رح أتحرك من مكاني مهما صار، حتى لو كلفتني حياتي، مش رح أتحرك. واللي بده يحاول يفوت ينتخب بدي أطبشه. لا لا، أصحك، هذا حكي مو صحيح. هذا بيعمل بلبلة بالاعتصام. بدناش تطبيش، بدناش نطبش حدا، ها؟ ولا بدنا نصطدم مع حدا. خلي اعتصامنا سلمي وما في داعي للعنف أبدا. موفق إياك، عم تفهم علي؟ شو بدك تعمل فيها رامبو موفق أفندي؟ مهما كان هدول أهلنا وبيصرش نصطدم معهم إذا اختلفنا معهم بوجهات النظر. خي أني هيك رأيي، كل حدا بيروح بينتخب هو خاين لقضية عمرها أكثر من 50 سنة، وما رح أسكت. موفق، لا تخربش كل شي، ها؟ عم تفهم علي؟ نحن حربنا معهم حرب عض أصابع. أسلوب الطبش تبعك أبينفعش، فينا نحقق الهدف بدون طبش وضرب. ليش تهور، ها؟ كلامك صح أستاذ. يا موفق بلا هالعنتريات، خلص خليك معي ومع سماح بالصف الأخراني، واتطمن ما راح تنجح الانتخابات. هي كم ساعة وهديلي أعصابك شوي. بصير خير، بصير خير. طيب يلا شباب عالبيت، وبكرة نلتقي، لا تنسوا مثل ما وصيتكن، ها؟ بأمرك أستاذ، ولا يهمك، تصبح خير. الله معكن وأنتوا من أهل الخير. حضرتك غسان أفندي، ليش ما جيتش؟ خلصتوا اجتماعكم؟ خلصنا. شو عم تخفف دم حضرتك؟ كأنه مش عاجبك. مش قصة مش عاجبني، بس مش مقتنع انه رح تقدروا تعملوا شيء. ولك بكفينا شرف المحاولة، بس حضرتك قاعد عم تتفرج وكأنك مسلم بالموضوع. شو ناقصك عن عفيف وموفق، ها؟ شو ناقصك؟ أنا شو ناقصني؟ والله مش ناقصني قلة عقل. وكي عمي، خططكم كلها فاشلة، والانتخابات رح بتصير غصبا عنكن وعن العالم كله. حاجتكن عيد، كل اللي عم تعملوه انتو الاستاذ ربيع وكبريت البلد ضحك على الليحة ومش رح بفيد. وبكرة بتشوفي. وانت بكرة بتشوف رح نفشلها، يعني رح نفشلها وما رح تصير. وانت خليك قاعد بالبيت ما تطلعش مثل العجايز. يلا بخاطرك. سماح، سماح. نعم، سكرت بوجهي. كأني شفتك ما اقتنعت برأي الأستاذ ربيع، بعدك مصر على موقفك؟ بصراحة ما قنعنيش موقفه الانهزامي. حتى لو كان انهزامي مثل ما عم بتقول، نحن مش لازم نطلع برا شوره ونخرب يلي مخطط له. بيظل هو رجل كبير وعنده خبرة أكثر منا، وبسبب شوية عواطف ما لازم نتهور ونخلق مشكلة كبيرة. هلأ أني مقدر روح الشباب يلي عندك واندفاعك، بس كمان الزلمي عنده وجهة نظر ويمكن تكون أفضل من وجهة نظرك. حاجي يا زلمي، قال وجهة نظر قال. أرجوك موفق، إذا إلي خاطر عندك تلتزم بالخطة وما تفشلهاش، لأنك مش لوحدك بالساحة، هي أرواح عالم وما بتعرفش براس مين ممكن توقع. الله يخليك. خلاص خيي، مش رح أتهور ورح ألتزم. منيح هيك، يلا سلام، تصبح على خير. هلا بكبيرنا. ايه الشباب اسا طلعوا من عندي. ايه فهمتم كل شي. لا لا لا، كله جاهز من قبل الضوء. الاعلام واللافتات والصور مع الشباب بتكون مرفوعة بالساحة قدام المدرسة. لا تخاف، ما فيش مشاكل رح تصير، الكل رح يلتزم بالتعليمات. الله معك يا كبيرنا، تصبح على خير.
يلا خفي اجرك شوي مغسان، خفي اجرك ولوه، الناس سبقونا وصاروا كلهم بالساحة. يلا جيت جيت. يلا غسان شو باكل ايه؟ كأنك ماشي عبضات، خفها شوي. يلا بي يلا ليكني عم بمشي. قول عزمنا على منسف. ولا شو عم تبرمس وتقول؟ سامعك ولا مال الدمعة؟ سامعك. فشي بي فشي. ولك حل عن هالولد، من امبارح وانت عم تبهدل فيه. ها نحن ماشيين ضروري نكون اول العالم. لا مش اول العالم، بس ما نكونش اخر العالم يا قبارة غيري. شوفي العالم كله صار سري من قبل الضوء، وصارت واقفة غاد بالاعتصام. والله الاعتصام مش رح يطلع منه شيء، واللي بالدنيا رح يعملوه. قديش رح بيردوا عليكم يعني؟ الانتخابات رح بتصير غصب عن البريد واللي ما بردش. الحكم للقوي. وليه؟ غسان تساكي دمك وليه؟ شو بك قصرت؟ اخس عليك، دير بالك اياك تتفركش بالطلعة. تساكي دمك وليه؟ يلا. هابي شو قلت؟ وليه؟ ما سمعتنيش؟ وين عقليتك زرحين ها؟ يلا ولا خلصني بساكي دمك لنشوف. يلا هات ايدك يا امي، هات ايدك. يلا يلا يا امي يلا خلصني ولو. يلا ها. لك لك الأفندي، لا أسى لا شرف مع أمه وبيه. شو بدك منه لو؟ خلاص مش شايفتيه ماسك إيد أمه؟ ختيارة المسكينة بدك إياه يتركها تجي مع بيه لحالها؟ يعني عادي؟ لا يا سيدي، ما خصش ختيار وختيارة، ما كل بياتنا ختايرة، وما خصش هاي الشغلة. هو اتطلع فيه مثل اللي معزوم على شهادة الزور، مش عاجبته كل هالعالم الواقفي. هذا موقف غسان، وأني بذينتي سمعته مبارح بعد الاجتماع، قال لي إياها بالحرف، شغلتكن فاضي. يصطف المخصنة علينا من حالنا. شو عفيف؟ سماح؟ وين الصوت؟ شو جايين نهرج هون نحنا؟ يلا سمعوني لشوف، يلا بصوت عالي، يلا كلكم معي. سوريين بحرف الدم أسقطنا قرار الضم. سوريين بحرف الدم أسقطنا قرار الضم. جولان وما تهكى الهم، ما جالسكن ما بدنا. جولان وما تهكى الهم، ما جالسكن ما بدنا. لأنه ما بتهمنا، لأنه ما بتهمنا. سوريين بحرف الدم أسقطنا قرار الضم. سوريين بحرف الدم أسقطنا قرار الضم. جولان وما تهكى الهم، ما جالسكن ما بدنا. جولان وما تهكى الهم، ما جالسكن ما بدنا. جولان وما تهكى الهم، ما جالسكن ما بدنا. جولان وما تهكى الهم، ما جالسكن. ألو صباح الخير أستاذ. بتروح على الاستوديو فورا وبتطلعوا على الهواء، بتغطوا اعتصام مجد الشمس، اتصلوا مع مراسلنا فورا وغطوه مباشر بسرعة. حاضر أستاذ فورا. شوفي قومي قومي بسرعة على استوديو الهواء فورا، قدامنا شغل كتير، يلا تحركي. بس في برنامج هلأ، استنى لخلص. المدير قال فورا منطلع مباشر من الجولان، خبري الأستاذ نضال يأمن اتصال مع مراسلنا بالجولان، أنا سابقك على الاستوديو، يلا بسرعة. شو القصة؟ شو صاير بالجولان؟ من مكتبة الإذاعة السورية. شو شباب؟ في حدا فات؟ مين بده يفوت؟ فيش حدا يفوت أستاذ، شو قاعدين نسوي هون نحن؟ كثير منيح، بدنا نستمر بوقفتنا واعتصامنا حتى نفشل الانتخابات، بس من دون أي صدام أو مشاكل. موفق، عم تفهم علي؟ من دون صدام مع حدا. معركتنا نحن مع المحتل مش مع الأهالي. حاضر حاضر أستاذ، مثل ما بدك. شو عفيف؟ شو سماح؟ كيف الوضع؟ ما حدا لحد إسا فات، يعني 0%.
بالأصل أستاذ أفيش حدا مع هاي الانتخابات، في إجماع على رفضها، وهذا شيء من صالحنا. ظن أستاذ إن رح نربح المعركة بدون ما يصير فيها ضربة كف وحدة، مش هيك موفق؟ بس إذا حدا جبرنا مش رح نقصر. موفق حبيبي، الله يخليك، بدناش مشاكل مثل ما وصيتك. ما بدناش مشاكل طالما قادرين نربح المعركة سلميا. عم تفهم علي؟ ما فيش داعي للمشاكل. مفهوم مفهوم أستاذ، ولا يهمك، عم نمزح ولو. خلص أستاذ، ما فيش مشاكل أبدا. طيب أنا رايح شوف زملائكم برا، يلا بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة أستاذ. بالسلامة والقلب داعي لك. موفق بلا هالحركات. فهمنا ولو. أهلين فراس، فوت فوت بسرعة. خبرك المدير؟ إيه خبرني، يلا فوت على الهواء. مراسلنا مفيد جاهز بالمجدل، والحدث كبير. أهلنا بالمجدل معتصمين بالساحة ضد انتخابات المجالس المحلية، والمشروع رح يسقط بإذن الله. لحد هلأ ما حدا انتخب، وصلت الفكرة؟ وصلت وصلت أستاذ، لا توصي حريص، بس أنت وصلني معه وترك الباقي علي. ممتاز، يلا فوت حتى أمن لك الاتصال معه. رح احط لك اغنيه وطنيه بالبدايه. يلا يا رب يا رب. كتير منيح. الو، وصلني مع مفيد بالمجدل بسرعه. ايه قل له دقيقتين ومنطلعك على الهواء. ماشي، يلا يلا بانتظارك، ما تتأخر. رح يرجع لأمه سوريا بدمه، صهيوني حترحل والتاريخ شاهد. شفت وسمعت يا افندي؟ شايف؟ ما سمعنا لهنش صوت ولا بين له المخبر. ايه بي، سمعت وشفت، بس شو يعني؟ حررنا الجولان اسا؟ شو قبضنا؟ شو قبضنا؟ ولا مجرد انه يفشل هذا المشروع، هذا يعتبر انتصار إلنا، والتحرير بيجي بعدين، مش ضروري اليوم نحرر الجولان يعني. انتوا اللي بدكم تحرروه يابا. عين خير يابا، عين خير. لا كأنه مش عاجبك كلامي. ولك اخ، بس بدي اعرف لمين طالع هالولد النحس. يعني لمين بده يطلع؟ طلع لك الك ولا عندك رأي ثاني؟ ولكن قبري حاجة بارفسي انت. اسمعوا 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 شو بده يقول بنايف. اسمعوا. والله شايف لك اياها غيمت. تفرج، هي اجا الجيش الصهيوني، معناها حيكون في عركة منيحة. والله خوفتني، قرطبت سعيي يابا. شو يعني أول مرة منشوف الجيش الصهيوني ويجي داخلك؟ شو بده يعمل؟ شو بده يعمل؟ لسه منشوف شو بده يعمل. ولا بالاثنين وثمانين إجا قد هذول 10 مرات وما طلعش معهم شيء. وقفنا وصمدنا وشقينا الهويات الصهيونية وما طلعش معهم شيء. طيب يا بطيب، مثل ما بدك مثل ما بدك، لسه منشوف. ولك خلصونا من هالحكي أنت وياه، خلينا نسمع أبو نايف شو بده يحكي. خلص يمين، خلص كمان. يلا يلا اسمع. طيب. اسمع. الو الو، ايه ايه ايه، مفيد صار جاهز؟ يلا يلا فراس، مفيد معك صار جاهز. معنا الان من ساحة مجدل شمس الأبية، قلعة الصمود ورمز الشموخ، أهلنا في جولاننا الحبيب، مراسلنا مفيد من ساحة الاعتصام. مرحبا بك، ماذا لديكم من أخبار؟ مرحبا بكم مستمعين من ساحة مجدل شمس، أنقل إليكم مباشرة تحيات أهلنا الصامدين
في جولاننا الحبيب في وقفة جديدة من مواقف الصمود في وجه العدو الغاشم ومشاريعه الاستعمارية المشبوهة. اليوم وتحت عنوان جديد، يحاول العدو عبر مشروع انتخاب المجالس المحلية فرض سيطرته على أهلنا في الجولان، ولكن هيهات أن يمر هذا المشروع، فقد خرج أهلنا إلى ساحة مجدل شمس معتصمين رافضين لهذا المشروع المشبوه. وحتى هذه اللحظة لم يتمكن العدو من تمرير مشروعه، حيث أفشله أهلنا ولا يوجد أي صوت في صندوق الاقتراع. ونحن نحيي صمود أهلنا في الجولان الحبيب متضامنين معه في هذه الوقفة البطولية، تذكرنا بوقفتهم منذ عقود في نفس البلدة في مجدل شمس الأبية، حيث حاول المحتل فرض الهوية الصهيونية وخرج أهلنا في مشهد يسجله التاريخ. هكذا عهدنا أهلنا في الجولان، وهكذا سيبقى الجولان عربي الهوى سوري الهوية. صاح جولان ويا نشام ويا هالي، صاح جولان ويا نشام ويا هالي، صاح جولان ويا نشام ويا هالي. أهل الكرامة من الدور الأولي، أهل الكرامة من الدور الأولي. ألو؟ نعم أستاذ. تعي لعندي فورا. حاضر أستاذ، جاي فورا. خير أستاذ. أهلين هند، مسكي من إيدي هدول ثلاث تقارير، حجزت لك استوديو ثلاثة، بتسجليهم وبتزيعوهم مباشرة وبتطلعي على الهواء بتغطي مع فراس. بسرعة، ما عنا وقت. يلا فورا. اسمعي هند، اتصلي مع مراسلنا بالقنيطرة، أهلنا بالقنيطرة طلعوا يعززوا صمود أهلنا بالجولان، بدي الحدث مغطى على كل محطات على مدار الساعة، فهمتي؟ خلص أستاذ، لا تاكل هم. يلا موفقين. شكرا شكرا مفيد، خليك معنا، نحن معكم في تغطية مباشرة للحدث التاريخي من جولاننا الحبيب. فاصل قصير ونواصل. العيدة فرساني منها بالرادة، نحمي حماك من العيدة فرساني منها بالرادة، واصواتنا بكل المدى نبني سوريا بدمنا. كيف استاذ؟ ممتاز ممتاز يا فراس، انت خليك بالاستديو، الضيف بالطريق لعندك، هلأ حكى معي وقال لي جاي. مين ضيفنا استاذ؟ ضيفنا الدكتور محمد. ايه كتير منيح، بيريحني. يلا خمس دقايق وبيكون بالاستديو. خليك مكملها، رح نزل هلأ تقرير عن موقف مجدل شمس ب82، وبعدها المايك لك مباشرة. ماشي؟ ماشي، أنا جاهز. ايه شباب، همه شدوا حيلكن، قربنا نربح المعركه، لحد اسه صامدين وما في ولا صوت، هذا يعني انه المشروع فشل. بس في تحشيد للجيش يا استاذ، اتفرج الاليات مليانه عساكر وحاوطوا المكان. العسكر ما بتخوفش، مهما حشدوا قوات ما فيهن يجبرونا نفك الاعتصام، والاخبار من برا كثير حلوه، الانسحابات بالجمله، وهذا بيعزز موقفنا.
بعدين أهلنا بقعثة انضموا لإلنا بالاعتصام ووصلت أول دفعة منهم. همي شباب مكملين ومنصورين بعون الله. والله وعملوها أهالي بقعاثة، هذا موقف بتسجلهم. شو موفق، شو رأيك؟ أنا رأيي بتعرفوه منيح، مش رح تصير الانتخابات لو على جثتي، هذا موقف. مقدر موقفك يا موفق، وإن شاء الله الأمور رايحة مثل ما بدنا وما رح نحتاج للصدام معهم. يا سيدي إن شاء الله، هاي نحن ناطرين تنشوف. إيها الله يديم الوفق. إيه شباب، أنا رايح استقبل أهالي بقعثة مع كباريتنا، همتكن شباب، يلا. عند عيونك أستاذ، الله معك يا أستاذ. عدنا معكم في بث حي ومباشر من مجدل الشمس، حيث الوقفة البطولية لأهلنا الصامدين في اعتصامهم رفضاً للانتخابات المزعومة للمجالس المحلية. مفيد، ماذا لديك؟ نعم معك فراس. من الساحة العامة في المجدل نلتقي مع أحد المعتصمين. مرحباً يا عم. حيا الله يا قباري. معك إذاعة دمشق. يا حيا الله بالإذاعة والتلفزيون السوري، أهلا وسهلا يا بطل. ممكن نعرف منك سبب حضورك لهون على الساحة؟ شوف يا ابني، أنا جيت لهون مع أهلي وعيلتي لحتى نشارك بهالوقفة الرافضة للانتخابات المحلية اللي يعني بيدعي عليها هذا العدو الصهيوني الغاشم وبيقول إنها لصالحنا. وأنت شو رأيك يا عم؟ شوف عمي، هذول الصهايني نحن عجنينهم وخابزينهم، هن مفكرين حيالهم وبيضحكوا علينا، بس فشروا. نحن منقول لهم خليهم يخيطوا بغير هالمشلي، هاي لعبة من ألعابهم المكشوفة ونحن مش راح تمرق علينا، ومنطمن أهلنا بسوريا إنه هكذا مشاريع مش راح تمرق طول ما فينا دم عم يجري بعروقنا، وراح نفشلها لو على دماتنا، والجولان سوري وسيبقى سوريا. شكرا لك يا عم، شكرا. إذا كما تابعتم مستمعينا، العم عبر بكل بساطة عن مواقف أهلنا في الجولان من الانتخابات المحلية المزعومة. معك فراس. شكرا لك مفيد. فاصل قصير ونعود. لقد قالها يوما قائد الثورة السورية سلطان باشا الأطرش للمستعمر الفرنسي، وتلقفها أبناء جولاننا الحبيب، وظلت ترددها حناجرهم في وقفة بطولية قل نظيرها. واليوم وبعد 100 عام لا زالت تلك المقولة تجلجل في ضمائرهم ووجدانهم. لقد حفظوا وصيتك سيدي، وستبقى رسالتك خالدة فينا حين قلت: أيها العرب السوريون، لقد أثبتت التجارب أن الحق يؤخذ ولا يعطى، فلنأخذ حقنا بحد السيوف ولنطلب الموت توهب لنا الحياة. ابتعدوا، افتحوا الطريق، ارجعوا للخلف. انت ارجع، مش رح نفتح الطريق. اطلع على برا، ما فيش انتخابات. اقول لكم ابتعدوا، افتحوا الطريق، اني احذركم. هيا ابتعدوا. مش رح نبعد. ايدك حنا ولك احسن ما اكسر لك اياها. ايدك حنا بعد ولك. اتركني ولا ساكسر يدك. يا شباب هنا سباب. سباب هربي انت عفيف، هروب لا تخليهم يمسكوك. مش رح اتركك لوحدك. عم قل لك خود سباب. مش تاركك. عم قل لك خود سباب واطلعوا، ما عليك مني. مش رايح. عفيف سماح، اطلعوا لبرا فورا، اطلعوا، انا بتفاهم معهم. لك يلا اطلعوا بسرعه. ارجعوا. لا
مش راجعين ولا مش راجعين، وانتخابات افش، ومشروعكم مش راح يمرق، واللي بيرجع لورا واحد مثل مثالك ولا لك يا بي اتركوا، مش شايفه مسلح، خلص اتركوا الله يخليك يا بي. خلص يا ابو غسان، خلص ارجع شوي لورا. مش راجعين مش راجعين، يعني شو بده يقوس ولا قوس؟ هاي صدري مفتوح ولا ولك؟ خلص تعال ارجع يا ابو غسان. اقول لكم ارجعوا، هيا ارجعوا. مش راجعين مش راجعينكم. غسان امسك ايدي يابا، امسك ايدي. يلا يا غسان امسك ايدي امك. وينك غسان؟ غسان ولك غسان؟ ارجعوا جميل فراس، جميل فراس. الموقف يتطور إلى اشتباك بالأيدي، وهناك إطلاق نار وقنابل دخانية من قبل جنود الاحتلال لفك الاعتصام. معك 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 مفيد، الهواء لك. تابع تابع. إنها لحظة تاريخية تسجل لأهلنا في الجولان، تسجل لهذه البلدة الشامخة. مجدل شمس الأبية تقف مجددا لوجه قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، وقفة سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وقفة تستعاد فيها أمجاد سلطان باشا الأطرش والقائد الخالد حافظ الأسد، وصولا إلى البطل قدسي المقد عميد الأسرى في سجون الاحتلال. هنا ستفشل المؤامرة، هنا ستتكسر أحلام الطغاة. لن يمروا لن يمروا. هنا مجد شمس العطية. أيها الحمقى، يعجز اللسان عن وصف المشهد البطولي لأهلنا في مجد شمس، وقد انضم إليهم أهالي القرى المجاورة وعلى رأسها بقعات الأبية التي أبت أن تتخلف عن الركض، فحضر أهلها لمساندة إخوتهم في المجدل في هذه الوقفة البطولية. زميل فراس، زميل فراس معك. نعم 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 أسمعك. فاصل قصير ونعود معكم مستمعينا. يا سوريين بعزب كنلنا الأقرب، يا سوريين بعزب كنلنا الأقرب، يا سوريين بعزب كنلنا الأقرب، يا سوريين بعزب كنلنا الأقرب. هويتك صهيوني ما نرضى بها، هويتك صهيوني ما نرضى بها، هويتك صهيوني ما نرضى بها. انت انت يا غسان معي بالزنزاني؟ ايه اني مش عاجبك؟ لا والله مش عاجبني، نحن ما بنلتقيش ابدا. واحد انهزامي مثلك بنفس الزنزاني معي، هذا ظلم ظلم. طلعوني من هون، طلعوني من هون. ولك حدك جهنم، روح انقلع اطلع. اصلا بشرفنيش كون معك بنفس الزنزاني. عامل لي فيها جيفارا حضرتك؟ اسكتوا لك جيفارا، اتجيبش سيرته على لسانك. أمثالك مع أمريكا والغرب، وأني محور المقاومة، فهمت؟ يا عراحتك، نشوف يومين رح توصل. حتى لو بدهم يعدموني مش رح غير موقفي، أني وإنت أبنلتقيش أبدا. أخذوا موفق يا أستاذ. هدي هدي هدي، كنت متوقع هالشي لأنه شاب مندفع لحد التهور، بس هذا شي ما بيعني نتخلى عنه أبدا. موفق بيشرف كل واحد فينا، وموقفه اليوم بيتسجل بالتاريخ. وقفتنا هي اللي فشلت المشروع وخلت سيرتنا على كل لسان. روحوا تفرجوا على كل الشاشات عم تحكي عنا، وهذا شي مهم لأنه الخطوة الأهم اللي اتخذناها هي طريق تحرير الجولان، طبعا بهمتكن وهمت كل أهالي الجولان الأبطال. وموفق شو مصيره؟ موفق ما رح نتركه، بكرة منوكله محامي وبيطلع. اطمنوا،
في كثير من الشباب محبوسين بسجون الاحتلال، وهذول فخر إلنا. لا تخافوا، مش راح نترككم كلهم. جاني. طولي بالك يا اختي، ان شاء الله سليمه. اخ لو ظل غسان واقف بمحله وما صارش هالشي كلياته، بس الواطي انسحب لورا وتركك. وينو غسان؟ ليش ما اجاش معك؟ ما جاش معي؟ انبسطي، اعتقلوه. شو اعتقلوه؟ يا شعري يا شعري، راح الولد. طولي بالك يا اختي، غسان شاب وبيخافش عليه، بكره بيطلعوه. طمني، خليني إسا بوضعك أنت. شب قد اللوع خايفي عليه ينقبر. ما تخافيش عليه، بكرة بيطلع بعد ما يعرفوه كم يوم فلتو. يلا يا اختي على التصوير، قومي مع الشباب. يلا يلا. أخ أخ يا مهري، يلا قومي شوي شوي، قومي قومي. ماجد، ما الجديد لديك؟ الهواء لك. معك هند، حملة مسعورة من قبل جنود الاحتلال على أهلنا في الجولان المحتل. بالعين المشردة نشاهد حشود لجيش العدو، ويبدو هناك إطلاق نار وقنابل دخانية، وهنا تصدح الحناجر بأناشيد وطنية دعما لأهلنا الصامدين. وكلنا إيمان بأننا سنلتقي يوما ويعود جولاننا الحبيب إلى حضن سوريا، وتلتقي الأكف بالأكف والأحضان بالأحضان، ولا أظن ذلك الموعد ببعيد. هكذا عهدناكم أهلنا في الجولان، جباه عالية ومواقف صلبة وعزم لا يلين. نحن معك ماجد. مستمعينا، كان هذا النقل من مدينة القنيطرة المحررة في وقفة تضامنية مع أهلنا في الجولان المحتل. سنبقى معكم في تغطية مباشرة من هناك. إلى الفاصل. جولان جولان بقلب القلب مزروع، وعالشمس مرسومي مواويلو، حكاية مجد والعلم مرفوع، وكل الحناجر اجتمعت تغنيلو. أهلا دكتور محمد، شرف شرف. آسف للتأخير، مع أني حاولت أني أوصل بكير. بسيطة دكتور، نحن على الهوى مع أهلنا بالجولان، الموقف في تصاعد، يبدو في محاولة لفك الاعتصام بالقوة، الجيش الصهيوني تدخل. أنت بالصورة؟ أكيد كل الطريق عم تابع معكم على الإذاعة بالسيارة، ولا يهمك. أصبح من بعد إذنك، فراس بانتظارك. فراس، الدكتور محمد صار عنا. أهلا وسهلا دكتور، شرف تفضل. يلا بينما تخلص الأغنية أنتوا بتطلعوا على الهواء. شرف دكتور، شرف على الاستوديو. يلا تفضل. على دلعونا وعلى دلعونا، هواك بلادي أجمل ما يكون. على دلعونا ممتاز فراس، ممتاز. شكرا دكتور محمد، رائع كنت. نرجع على الجولان؟ لا رح حولك على قنيطرة وحول هند على المجدل، تبادل أدوار يعني بين المحطتين. ماشي كتير منيح. حول لي مراسلنا بالقنيطرة. ماشي، هو معنا صار بالقنيطرة. الصورة مشرفة، حشد كبير رسمي وشعبي لدعم الاعتصام. ممتاز، عن جد ممتاز. انتبه فراس، كل وكالات الأنباء والمحطات تقريبا زاعت الخبر، وهذا لصالحنا. نوه بطريقتك عن الموضوع. يلا تعبناكم اليوم، تحملونا، القضية كبيرة والموقف عظيم وبيستاهل كمان. على قلبي أحلى من العسل، ولا يهمك، إلي الشرف أنقل على الهواء هذا الموقف المشرف. يلا رح تخلص الأغنية فراس، معنا مراسل القنيطرة، حضر لي حالك. جاهز أستاذ. Hey!
مرحبا شباب. أهلين أستاذ. طمنا شو الوضع برا؟ ما تخافوش الأمور ممتازة. خلاص فشلت، ما ظلش وقت. الحمد لله ما فيش شهداء، كم جريح وبس. أسعفناهن على المستشفى، بس المسكينة أم غسان وقعت على ظهرها وإسا هي بالمستشفى. بس الأمور تمامة. إيه شباب، قدامنا شغل، جاهزين؟ لعيونك أستاذ. الشباب مع كباريتنا قرروا بكرة أضراب عام، والبيان صار جاهز، وبس تعتم بيبدأ شغلكم. ها بس تعتم بدنا نعمم البيان على كل أهل المجدل والقرى اللي حوالينا، وأنا معتمد على الله وعليكم. ها شباب شو جاهزين؟ طبعا أستاذ، كل الشباب معنوياتهم بالسماء وما رح يقصوا. إسا نتقسم لمجموعات ومنروح منبلغ الناس. وأني أستاذ؟ أنت ومجموعة الصبايا شغلكم هون جوات البلد، بتمروا على كل أهل الضيعة وبتبلغوهم بيت بيت، والشباب هني بيدبروا حالهم على الطرق. ماشي؟ اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا أستاذ. جاهزين أستاذ. طيب اجتماعنا المساء عندي بالبيت، يلا خطركم. مع السلامة أستاذ. وهي طلعت الصور يا اختي، والحمد لله ما في شيء رضوض. بس معلش كم يوم وبتصيري عال العال. قلتك يعني بترجع صبية مثل ما أول ما تجوزنا يا دكتور أبو غسان. استحي على حالك، ما هي صبية وأحلى صبية أم غسان. تسلم يا دكتور. اطلع حالك، أنت ختيرت. لا 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 يا دكتور، فشر أنا بعدني شاب وزنتي حديد، وحياة من سخرك لهالمهنة. إيه أصبحت سندها وعلى البيت. لعيونك يا دكتور، أنا بحملها على ظهري ومن هون للبيت من غير ما أرتاح. يلا يلا رد على ظهري، لأقول لك مش راح تكون أثقل من خشة التبن. ولك خلاص خلاص بلا هالحكي، سندني وحاجتك لقمطة. إسا وقتك. أخ يا ظهري، دخلكم أطجعني ظهري. تعي يا زنتي تعي، تقبريني أنت يا روحي، خلي لي إياك يا عمري أنت يا خيشتي الهيبي. تعي تعي تقبر عدوينك. قلت لي أمك بالمشفى؟ اي نعم، دفشها جندي صهيوني جابها بالأرض، وبعرفش شو صار معها. وانت وين كنت عنه؟ كنت قريب، بس لما شفتها بالأرض ما عاد شفت بعيوني. هجمت عليه وضربته ورميته بالأرض. والله وضربته؟ مش معقول. شو عم كذب عليك يا زلم؟ والله. لكن ليش اعتقلوني؟ لا والله منيح، في منك أمل، معك معك بتصير. ولك معقول أنت موفق؟ شو محسبني فينيش نخوي؟ ولا فيش عندي إحساس؟ بدك ياني شوف الصهيوني عم يعتدي على أمي وضل ساكت؟ كل أم كانت بالساحة يا غسان هي أمك، وكل بنت هي أختك، وهذا أول درس. بدك دروس كثير. بس منيح منيح طالما البذرة موجودة، في أمل إذا سقيتها تطلع. أنا آسف إذا كنت قاسي عليك، ما تواخذنيش. ولو يا زلمة، أنت بتمون. يلا كمل. شو بدي كمل؟ كيف شو بدك تكمل؟ الدرس الثاني ولو؟ يقي. بعد يوم عصيب وأحداث عاصفة، نجح أهلنا في الجولان في إفشال المشروع وإلغاء الانتخابات المزعومة، وسطر أهل الجولان ملحمة جديدة من ملاحم الصمود. شو رأيك دكتور؟ الحقيقة ليست المرة الأولى التي يتصدى أهلنا في الجولان الحبيب لمشاريع العدو الصهيوني ويسقطها. طالما هناك هذا النفس الوطني العالي وهذا الانتماء للوطن على هذا المستوى، سيبقى الجولان موصولا بحبل السرة الموصول مع الأم سورية، إلى أن يتحرر ويولد من جديد. كنتم مع التمثيلية الإذاعية جولاننا في القلب.
من مكتبة الإذاعة السورية. المخرج المنفذ حمدي شويكي. جولاننا في القلب، وتحية من المؤلف أحمد نعمان والمخرج جمال عقاد.